سنوسي عم سنوسي تعالى السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ألف مرحبا. الله يخليك. يا ألف مرحبا يا صوتفي. الله يخليك. الله أنت أخويا بقيت بتيجي كتير اللي يبدأ الحج. الدنيا بره وحشة قوي يا عم سنوسي، الدنيا بره وحشة قوي عشان كده كل شوية جارة الفتحة لأبويا عشان آخد بركاته والدنيا تمشي معايا بقى شويتين كده. يا ألف رحمة ونور. ربنا يخليك. أبوك ده طول عمره كان راجل بركة. المهم يعني خد الفلوس دي روح جيب لي علبة أحمر أصفر أخضر كده بسرعة والباقي عشانك والفلوس كلها. الله يسعدك ويوسع عليك. يلا بقى أمشي. السلام عليكم. عليكم. يخرب بيت شكلك ايه يا عم ابو زيد انت مراقبني بقى ولا ايه انت فكرك هتهرب بسرجتكم انت وبهلول ولا ايه يا عم بهلول ملوش دعوه بالحوار ده خالص انا عارف اللي بينك وبين بهلول والحاجه دي تخصنا ولازمانا بقول لك ايه يا عم ابو زيد الحاجه دي ما تخصش اي حد في الدنيا دي كلها غير لطفي الحراق بس يبقى اجر الفتحه على روحك يا حراق مفيش الكلام ده ايه ده ايه ده ايه ده يخرب بيتك